أما هلا وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، مثل ما قلنا قبل ما نودع نعيم اللي كان معنا بالفقرة السابقة، إننا بنروح لموضوع العصر. قديش اليوم هذا الموضوع شائع البداني، تماماً. ولكن هذا الموضوع أكيد له أسباب طبية، أكيد رح نحكي فيها ليلى. تماما يا رشا، يمكن كثير من الأشخاص بيعانوا من البدانة، يمكن بتكون أحيانا الأكل الزايد، أو في أشخاص معهم من الصغر ما بيقدروا يتخلصوا منها، لكن أحيانا بتكون فعلا هي صحيح. أمراض في عندهم أمراض معينة ممكن هي بتأدي للبدانة، وفي أشخاص هنن السمنة معهم ما فيها أي مشكلة، لكن أحيانا السمنة الزايدة لو ما كان في مرض ممكن تأدي لأمراض معينة. رح نحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع وأسبابه، وأيضا طرق الوقاية يمكن منه، وأيضا كيف فينا نتدارك نحن هذا الموضوع، وكمان الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا أمراض بسبب البدانة، كيف الحلول والعلاج، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيري. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير حكيم، شئنا لك، كيفك؟ يسلمك. طيب دكتور، اليوم عم نحكي عن موضوع حكينا فيه بكذا حلقة، ولكن طالما نحن عم نحكي عن موضوع علمي طبي، فنحن اليوم كل يوم عنا أبحاث جديدة، دراسات جديدة عن هذا الموضوع. خبرنا اليوم دكتور يعني بالبدانة بشكل عام. بشكل عام البدانة يعني حكينا أكثر ما قبل، بس نحكي البدانة هي كل زيادة فوق 10% من وزن المثالي للجسم. الوزن المثالي للجسم بشكل بسيط بنحسب الطول منقص منه 100، هذا الوزن المثالي تقريبا زائد 2% ناقص 2%، يعني ما نفرض مثلا شخص طوله 170 سنتي، 2 منه 100 شلون، فالمثالي تبعته هو 70، تمام؟ كلين زياده كلين ناقصين يعني بين 72 و68، كل زياده فوق ال 10% بلشنا بدانه عرفتون، طبعا بدانه بتصنف بدانه شديده عرفتون، بدانه شديده جدا كيف؟ تصنيف ثاني عرفتون. في عنا تصنيف مشاكل الجسم كمان حتى نحدد انه اكثر، هو الطول على مربع الوزن. هلا كفكره اساسيه البدانه، نحن هلا بنحكي بامريكا من 10 سنين صنفوها جائحه. جائحه شلون؟ كنا بنحكي الكورونا نفس القصه، جائحه بتصيب اكثر من 20% من الناس. طبيعه الاكل، طبيعه الحياه الحاليه بتاهب كثير البدانه. نحن البدانه بشكل وراثي عاده 5% من حالاتي بتكون وراثيه، ما تبقى هي عادات مكتسبه، عادات خاطئه. الوجبات السريعه، قلة الحركة، عرفت علي كيف، المشروبات الغازية، المشروبات العصائر وكذا وكذا، كلها نمط الحياة السهل حاليا، عشان كلها بيأهب للبدانة. تمام الحديث. هلا البدانة ليش جائحة وليش بنحكي فيها انه لازم نعالج، مو بس شغلة وزن او منظر او شكل، بدانة لا بترافق مع نمط السكري من النمط الثاني، متلازمة الاستقلابية عند النساء، ممكن عندك شعرانية بيصير، ارتفاع ضغط الدم، تمام؟ الكوليسترول السيء بيكون زايد كثير، فهذه بيأهل الأمراض القلبية والرئية مستقبلا، حتى الأمراض النشبات الدماغية، البدانة تترافق مع أنواع كثير من السرطان، تفوق ال 50 نوع من السرطان، وكثير لقوا إنه يعني مجرد ما أنت الوزن كان مثالي أو انضبط الوزن، كثير في شغلات من المشاكل هي، سواء الضغط، سواء السكر النمط الثاني، سواء التأهب للسرطان، كلها حتتراجع. فلذلك موضوع كثير مهم، وأبحاث كثير عم تصير بالعالم. نعم. سواء جراحية سواء استقلابية، أطباء غدد لحتى يلاقوا حل مناسب لهالمشكلة. تمام دكتور، عم تذكر الأمراض اللي ممكن تسببها البدانة، لكن هل اليوم في فعلا أمراض هي ممكن تسبب البدانة؟ ممكن نوع من أمراض البدانة؟ وراثيا في ناس شلون بيكون عندهم منك في خلل بين استقلاب الشحوم، عرفت علي كيف، فهذا ممكن يكون عندهم وراثي. عندنا قصور الدرق كثير مؤهب جدا لتصيب بدانة، السكري النمط الثاني والبدانه مترابطين، يعني البدانه بتاهب للسكر والسكر بتأدي البدانه، هذا سوى مفهوم حاليا شيء اسمه جراحه استقلابيه لمعالجه داء السكر النمط الثاني او معالجه ضغط الدم، حتى لو كان المريض ما كثير بدين. فهن اكثر اشياء مرضين بتاهبوا للبدانه شلون؟ هن قصور نشاط الدرق، تمام، الامراض الغديه الثانيه والداء السكري. طيب دكتور، البدانه مثل ما بنعرف نحن إلى اثار جدا سلبيه، ان كان على الانجاب، ان كان على الجسم، ان كان على الحاله النفسيه بالمجتمع بين الناس. خلينا نروح للناحيه الطبيه وركز عليها اكثر اليوم، شو هي اكثر الامراض اللي ممكن يسببها البدانه؟ حكينا بشكل، بس نحن الشيء الثابت اكيد ترافق البدانه مع السرطانات، وخاصه سرطان الثدي، تمام، سرطان الكولون كثير مؤهب له، البدانه كثير بتاهب له، هي نقطه. داء السكري كثير مؤهب، البدانه بتاهب له، يعني هن مربوطين ببعض،
ده هسه كان نحكي النمط الثاني تمام. نعم. هلا متلازم استقلابيه تشمل اكثر من شغله. بس عندك نوع احنا عقم عند السيدات شعراني ظهور شعر غير مناسبه توزع الشحم بشكل نمط كوليسترول الكوليسترول السيء بيكون كثير كثير عالي والكوليسترول الجيد اللي هو الفيري هيفي مستوى الانخفاض فهذا كان بيكون منخفض يعني فهذا بيأهل مشاكل وعائية مثل لا قدر الله الجلطات القلبية الإجابات الدماغية فمترابطة بكثير شغلات يعني أنا حاطيها على الصفحة رسم تبسيطي يعني عرفتون مشاكل كذا بس كده حيعمل لك يعني طيف كبير من الأمراض عرفتون كلها متوافق مع البدني تمام دكتور خلينا نروح نحكي شوي عن التدابير العلاجية وهل اليوم فعلا في علاج نفسي لهي القصة لأنه في أشخاص بيتعرضوا للبدانة يمكن سبب مشكلات نفسية بيصيروا بياكلوا أكثر وقت اللي ردة فعل يعني لا هي ممكن ردة فعل بس إحنا حاليا بأوروبا بأمريكا بحسب تصنيفات الجمعية الأمريكية للبدانة الإفسو شلون هذا الاتحاد العالمي للبدانة مريض بدانة بيتقارب من عدة اختصاصات ما بيصير يتقارب من قبل طبيب لحاله جراح أو الفرق لازم يدم اخصائي غضصان، اخصائي هضميه، اخصائي جراحه عامه، اخصائي نفسي نعم اخصائي علاج سلوكي تمام الحديث هذول كلياتهم يعني بيدرسوا الحاله وبيقرروا حسب التصنيف انه كيف بدها تتدبر يعني سواء علاجيا او تتدبر بشكل جراحي متابعه المرضى كمان عم تتابع من قبل الفريق نفس الفريق متعدد الاختصاصات مو من قبل شخص واحد اكثر من شخص لازم يتابع المريض كثير لقوا انه نحن انه المفروض المريض يعني السلوكيات تبعته منه كذا لازم تتغير فذلك اخصائي العلاج السلوكي لازم يكون موجود كمان نفسيا كمان بده دعم نفسي في مرضى كثير يعني بصير تنمر عليهم بصير انه هيك فبدك دعم نفسي لهم بدك علاج نفسي بشكل جيد حاليا في كثير استشارات تنطلب للمريض مثلا قبل الدخول بعلاج بدني سواء دوري او جراحي لكن الملزم لكل المرضى حاليا بقى انه لازم يكون في استشاره نفسيه قبل وبعد متابعه نفسيه. العلاجات تتراوح شلون من انه تدابير بسيطه مثلا كنا بنقول المعده مثلا حميه رجيم التمارين الرياضيه لقوا انه معظم الناس ممكن تستفيد لكن بعد سنه معظمهم يرجعوا يكسبوا وزن مره ثانيه فصار انه الحكي حاليا علاج جراحي هو الامثل. مع حكيم مع العلاج الجراحي؟ لا انا جراح شو بدكم هاي بس لا دراسات كذا هو انه العلاج الجراحي هو الامثل حاليا دخل من جديد شلون مقلدات الجي ال بي 1 جي ال بي 6 هن نحكي هذول عباره نسمع اسمهم الفيكتوزا المونوجارو يعني هن اكثر من شيء عم تعطي وعد انه احنا ممكن انه تنزل حوالي 20 25% من الوزن خلال سنتين مشكله تكلفتها غاليه تمام الفكره الثانيه يعني دراسات على المدى الطويل انه ممكن تاهب لشغلات ثانيه سرطانات او كذا قدر لسه ما كثير يعني ما عندنا خبره فيه اكثر من لكن وعدي بجوز ممكن بعد سنه سنتين نقعد نحكي انه العلاج الدوائي العلاج بالابر للبدانه او ممكن تكون حبه مثلا بس حاليا اللي اخذ انه اف دي اي ابروف بشكل جيد هو العلاجات الجراحيه سواء قص الماده او تحويل مسار او تحويل مسار مصغر هذول يعني اللي اشياء شغالين او نشروا معنا في عمليات تانية معقدة وفي عمليات بطلت بس هدول أشياء عم نشغل فيهم. طيب دكتور كتير هيك سريعا نسمع بالسوق مكملات أو خلينا نقول أدوية تنحيف وصلنا نسمع آخر شيء بالحبة اللي بتتحول لبالون بقلب المعدة بتبقى مدري كم شهر بتنزل الوزن بعدين لحالة بتتحلل ضمن المعدة شو رأيك اليوم طبيا؟ بالون المعدة يعني عملوا تحويل عنه كبسوله المعده هي الغايه من الفكره فيها انه انت عم تاخذي حيزه من المعده نعم يعني عم فانت بدل مثلا اكل واحد اكل لتر حيكون نص لتر غير فعال النص الثاني هو شغال الفكره هي يعني مقاربه مثلا بقول لك انه خلاص يعني خففتي الوارد لكن العمليات الجراحيه او الادويه في لها شغل ثاني مو بس خفف حجم العمليات الجراحيه مثلا قص المعده نفوذ يعني خففنا حجم المعده لربع لكن القسم اللي انشال عم يفرز هرمون، هذا الهرمون هو مسؤول عن الشهيه، فنحن عم يروح الهرمون عم يخف الشهيه، هذا الهرمون عم يتداخل مع الانسولين ما عم يخلي يصير حرق، وعم يروح الهرمون عم يصير حرق اكثر، يعني نحن هي البالون او الكبسوله عم تاخذ فكره واحده بس نقص حجم الوارد، لكن العمليات الجراحيه هي مثل بدل هي بديل القص والتكميم يمكن ما بديل لا لانه هن قلت لك القص والتكميم هلا هن هيك عم يسووا لها، بس هي كقص تكميم نحن في شيء ثاني هرموني
عم ينشغلها كيف بشكل يعني موازي، بس مو بس انه احنا نقصنا الحجم القادم يعني. فيعني عم يشتغلوا فيها. هلنا عاده بالون مادة او كبسوله المادة بس لما يد عنده 10% 12% 15% ممكن يجربها، عرفت علي كيف يعني؟ احنا لكن لها اضرار يمكن، ما اضرار بده متابعه بشكل جيد، ما ياكل غض ما ياكل كذا، وانتبه انه خروجه ما يصير معه مشاكل، يتمزق البالون او الكبسوله جوات الامعاء ويصير بده شيء. بس هي عاده يعني امنه ونسبه اختلاطها اقل 1%. بس قلت لك يعني احنا يعني كتصنيف مثل ما حكينا، مو البدانه الخفيفه 10% 15% بنحكي فيها، الحكي العمليات وكذا معظمها 40 50%. احيانا قلت لك الشغله الاساسيه مريض مثلا نحن مؤهل بيكون معه سكري مثلا كذا، فحكينا شغله الجراحه الاستقلابيه اللي هي عم نحن كمان بالهرمونات عم ترجع المريض للوضع الاساسي تبعته، منه السكري عم يتوقف ما نهينا نهائي، بس توقف اقل 10 سنين. فنحن وقفنا الاختلاطات تبعته 10 سنين، بدل ما المريض يبلش دواء سكري عمره 40 صرنا نحكي بال 50، فالاختلاطات صارت لل 60 لل 70. يعني هي موضوع كثير معقد وندوات كثير عم تصير وادوات كثير عم تصير. كفكره اساسيه للاخوه اللي عم يعانوا من المشكله، عرفت علي كيف؟ انه يعني لا تردد انه تشاور طبيب، لا تردد انه تحكي مشكلتك. اهم شيء واحد بده يحكي انه مشكله بده يحلها انه يواجهها، فانت لا تردد انه تواجه طبيب. هي نصف الحل دكتور اليوم، واجهت المشكله. بدنا نشكر حضورك لليوم، بدنا نقول بالصحه والسلامه لكل حدا اليوم رافقنا هيك. الله يبعث لكم ايام حلوه وبيضه مثل هالتجربه اللي نزلوا اليوم. شكرا لحضورك معنا.